السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. معالي الأستاذ الدكتور بندر القناوي، مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة عمداء الكليات، أبنائي الطلاب، هل هناك بنات الطالبات ولا ما في؟ وبنات الطالبات أيضا، أهلا وسهلا بكم، وأنا فخور جدا بأن أكون بينكم هذا الصباح أو المساء، وتحول من الصباح إلى المساء، فيعلم الله لي الفخر معالي مدير الجامعة وأيضا وكلاء الجامعة. أنتم منحتموني وساما لأن أكون في هذه الجامعة الرائدة ذات الأبعاد الطبية المتنوعة، فهذا مما يدعو إلى الفخر بأنني أرى هؤلاء الشباب والشابات هم سند هذا الوطن. حقيقة أخجل بأني أقف أمام مثل هذه القامات التي أمامي، سواء من لك مدير الجامعة أو الوكلاء أو عمداء الكليات أو حتى أبنائي وبنات الطلاب، لأتحدث عن الوطنية، لأنني أعلم والله أن أصغر واحد فيكم أكثر مني وطنية، وأيضا أعلم مني فيما يتعلق بالوطنية، ولكني أقول جزاهم الله خير أعطوني فرصة أفضفض، يعني ليست بحثا علميا ولكنها مشاركة وجدانية أردت أن أتشارك معكم بها، حتى وإن كنت ربما لا أرقى إلى مستوى أن أطرح أمامكم ما يفيدكم، لكن اسمحوا لي وأعطوني هذه الفرصة ومنحتموني إياها، فبارك الله فيكم، وعليكم أن تتحملوا نتائج ما سيقوله الفوز. خلوني أبدأ. سمعت بشاعر اسمه ابن الرومي، سمعت في أحد سمع في الشاعر ابن الرومي، هذا مقروط، ساوموا الشاعر ابن الرومي على بيت عاش فيه صبا وطفولته، وجاءوا رجل أعمال من هالهوامير وصار يهددوه إن كل تبيع عليها البيت، فهالبيت له ارتباط وجداني مع عند ابن الروم، فابن الرومي راح يشتكي على الخليفة يقول فكني من هالأمور، يبي ياخذ البيت اللي أنا تربيت فيه، اللي عشت فيه طفولتي، اللي ولدت فيه، أمي جدعتني بهالبيت. فاسمعوا ماذا يقول ابن الرومي في شكواه، علشان بس نتخيل الموقف، هذا وش بيت خرابة، فما بالك عندما نتحدث عن وطن، هذا بيت خرابة وما زال فيه ارتباط عاطفي وجداني. أعوذ بحق ويك أن أرى مقرا أو مقرا. يا أخوي وين تبي اتصلت؟ الله يهديك، يوم أني قاعد تقرأ كان اتصال. مقرا بضيم يترك الوجه حالك، يعني ضيز الصدر يخلي وجهك ضايق عليه ملامح البؤس، ما هو؟ ليش؟ مش السبب؟ ولي وطن آليت ألا أبيعه، يا الهامور والله لو تعطينا الدنيا وما فيها إني ما أبيعك. ولي وطن، وش هو الوطن؟ هالبيت الخرابة اللي ولد فيه. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالك. يقول ما أقدر أتخيل إنه في أحد ثاني قاعد يملك هالبيت اللي أنا ولدت فيه، حتى وإن كان خرابة بس أنا أبيه. اسمعوا ليش. عهدت به شرخ الشباب ونعمة، حتى شبابي قضيته بهالبيت هذا، كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس، فقد ألفته النفس، حتى كأنه لها جسد إن بان غدرت هالك. ما أقدر أغادره، ما أقدر أخليه. لذلك هذه الأبيات، القصيدة طويلة طبعا، اللي يبغاها يروح الجوجل يكتب قصيدة ابن الرومي وشكواه على الخليفة علشان يحمي البيت اللي هو تربى فيه. ولذلك هذه المشاعر يعني طبيعية غريزية، أنا أقول حب الأوطان، مشاعر ليست مجال لأنك الواحد تساوم عليها إلا الخونة،
إلا الخونة والمرتزقة، هم اللي يقدرون بأوطانهم. أما الإنسان الطبيعي فتلقاه أنه هو فطرياً غريزياً ولا يحتاج من عبد الله الفوزان ولا غيره محاضرة يعلمه، حتى وإن كان هذا البيت فيه أكيد في نواقص وفي مشاكل وفيه وفيه، لكن يظل. قدر لي يا شباب أنه يوم غزو صدام للكويت، أني كنت أنا في الولايات المتحدة الأمريكية أدرس في جامعة المسيسيبي ستيت يونيفرسيتي، كان معي شباب كويتيين. تخيلوا الشباب هؤلاء فجأة يوم قمنا الصبح إلا الكويت ما هي موجودة على الخريطة، انت تعالوا شوفوا الحالة النفسية والألم والبكاء والحزن عند الشباب المبتعث الكويتي. زملائي، في حالة يرثى لها. تخيل إنك يصبح الصبح تلقى وطنك ما هو موجود، حالة من الحزن، حالة من الألم. كنا نواسيهم، كنا نجيبهم عندنا في المركز علشان نواسيهم، نقول لهم حنا أخوانكم، حنا أهلكم، حنا. ليه؟ لأنه ما يدرك قيمة الوطن إلا اللي يفقده، لا يدرك قيمة الصحة إلا اللي يفقدها. فلذلك نحن، أنا أتوقع أنه لا تحتاجون لمحاضرة عبد الله الفوزان علشان يعلمكم معنى الوطني، لا تحتاجون، لأني أدري أنكم رضعتوه من أثداء أمهاتكم. ولذلك سبحان الله في هالمعمعة اللي قاعدة تصير هاليومين استغربوا حتى العالم، ما بال الشعب السعودي الذين كنا نراهن على تفتيته، وقفوا موقفا شجاعا ضد كل هذه المحاولات لاختراق هذه السفينة. وش اللي قاعد يصير؟ لأنكم أنتم أمهاتكم وأخوانكم وخواتكم وصغيركم وكبيركم طلعتوا رجال وطلعتوا أو مخلصين لهذا الوطن. وإذا لم نخلص إلى بلد يحمل الحرمين الشريفين، لا بارك الله فينا، أجل من هو اللي نخلص؟ من هو البلد اللي يستحق أن نخلص له؟ فلذلك من العجائب أنه تحول تويتر والوسائل التواصل الاجتماعي إلى حائط صد قوي جدا أمام كل الذين كانوا يراهنون على تفتيت هذا الوطن. واستغربوا، قالوا هذولا قبائل متفرقة، مذاهب متفرقة، مدري إيش، عندهم قضايا معينة وإلى آخره، هذه فرصتنا أننا نهجم على هذا البلد. لكن جاء اليوم الوطني وأثبت لهم الشعب السعودي أننا متماسكين وأننا قوة واحدة وأننا بعد الله سبحانه وتعالى لن يتمكن أحد من اختراقنا. ليه؟ لأن هذه اللحمة الوطنية التي نعيشها بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تعاليم الشريعة، وأيضا بعادات وتقاليد وأجدادنا وآبائنا أمهاتنا من يوم حنا صغار وهن يهدن علينا، ها، ويغنن أغاني وطنية أحيانا، ها، أي، وهي ترضعك أمك تغني عليك أغنية وطنية. لذلك ما هو مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن أنه يكون عندهم هذه اللحمة التي تتكسر أمامها كل المخططات التي تسعى إلى تجزيء المجزأ. لأن المخطط اليوم هو إحداث صراع داخل المنطقة وتجزيء المجزأ، اللي كان مجزأ نريد أن نجزئه إلى ونفتته إلى أجزاء. لذلك دعوني إخواني، أنا سأقدم على الأقل هي كلمات بسيطة جدا حاولت أني أكتبها، وهي عبارة عن أنه الوحدة الوطنية بهذه المناسبة ودور مؤسسات التعليم العالي في تعزيزها يعني. فلا أريد حقيقة أن تتحول المحاضرة إلى جانب أكاديمي، لأني أنا جاي بسولف اليوم، مبسوط لأنكم أعطيتوني فرصة أي أني أسولف معكم هذا الصباح. فخلوني على الأقل أقول لكم، تعتبر قضية الوحدة الوطنية من القضايا الساخنة في المجتمعات المعاصرة، حيث تشهد بعض المجتمعات حركات انفصالية أو محاولات تهدد وحدة هذه الدول من خلال تأجيج ماذا؟ وهذا اللي هم استغربوه. شوفوا، كانوا يريدون مثلا تأجيج الفتن القبلية والعرقية والدينية والمذهبية، كانوا يريدون أن يستثمروا هذه الأمور والقضايا لمحاولة تفتيت المملكة العربية السعودية. لكنهم بإذن الله خاسرون. ليش؟ لأننا أقوى من أنهم يفتتوننا، لأنه شربنا حب الوطن وعلمونا آباءنا وأجدادنا أنه حتى وإن اختلفنا في هذه الأمور إلا أننا أوعى
وهذا ما لا يدركونه، ان الشعب السعودي، كتبتها انا في تغريده، ان الشعب السعودي ترى وعى بهذه المخططات، واعي، وشبابنا وشاباتنا ما هم اغبياء تبتقودونهم، حتى وان حاولتوا تستغلون قضايا البطاله، قضايا ما ادري وشو، السعودي حتى لو تربط بطنه من الفقر والجوع ما عنده استعداد يقدر بوطن، وهذا اللي هم عجزوا عنهم ينفذون من خلاله. لقد نجحت بعض هذه الحركات الانفصالية بدعم وتأييد من قوى خارجية، والتي أججت هذه الحركات والأذرع الإعلامية الموجودة التي تعمل على التحريض وإلى آخره، وخلقت الظروف المواتية لنجاحها مستخدمة كل السبل السياسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية، بمعنى أن الحرب شعواء في عملية تفتيت المنطقة، بل العربي أن يكون صادق معه. الهدف طاح دار، هذا مرة بالإمارات صار لي نفس الموقف، حتى طول علم حقهم ثري طايح ما دريت فيه. فهذه القضية تطرح نفسها علينا بمناسبة اليوم الوطني، ليش يا شباب؟ لأن المستهدف اليوم هو قضية الوحدة الوطنية. إذا استطاع العدو أن يكسر هذه اللحمة والوحدة الوطنية، هذا ما يريدون. ولذلك أنا وياكم جايين الحين هالصبح، أنا جاي جامعتكم تارك عيالي بالبيت وجاي عندكم هنا في هذه القاعة، وأنتم تاركين خواتكم وأمهاتكم وجايين بأمن الله، بأمن من الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الأمن الذي نرفل فيه، ما واحد منا شايل لنا الرشاش خايف على هلو ولا خايف على، وجيت لكم بهالقاعة هذه، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ طيب، فلذلك شوفوا البلدان اللي ما حصل، ليش دغدغوا مشاعر الشعوب بمبدأ الديمقراطية والحرية وإلى آخره، وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية؟ نعم، احنا ما نقول عندنا ولله الحمد، هذا انتم شباب قاعدين تدرسون ولله الحمد، بطنكم ما هم قصر عليكم وله مان عليكم فيها، بل بالعكس هذا واجب. فلذلك عبد الله الفوزان شوفوا، من سواق عند عائلة إلى سواق تاكسي أصفر إلى عضو مجلس شورى اليوم. منين؟ من أبوي فقير مساكين ضعيف، جاء بن سعود الله يرحمه وجدادك موحدوا لنا هالبلد وزبطوها لنا وقالوا هذه لكم، يلا عاد أنتم يا تراعونها وتقومون بحقها، وإلا أعانكم الله إن تفتتت فأنتم المسؤولين عن ذلك. لذلك من الخيانة للآباء، لا للمؤسس ولا أجدادكم اللي كانوا معه، اللي وحدوا هذا الكيان، اللي اللهم يكافي قارة وأنا بالطيارة أبرتسب من القريات إلى نجران يضيد صدري وأنا بطيارة وبراد، أقول شلون وحدوا هالمسافات الملايين الملايين من الكيلومترات وهالجبال وهالمنخفضات؟ من لهم شلون قادروا؟ قارة، أنا يضيد صدري وأنا بطيارة ومكيف والمضيفة تعطيني أكل وشرب، وهذول على هالحصن وعلى هالبعارين وعلى هالشغلات ووحدوا لنا هذا الكيان، ألا تعتقدون أنه من الخيانة لهؤلاء أننا نمس وطننا بسوء أو نسمح لأحد؟ إبليسكم المصريين قبل أمس أنا بمصر، قسما بالله لو تقول بمصر شيء، مع أنه داج المقرود، بس قل بمصر شيء. حنا نترك للناس، صرنا كأننا بزعمنا أننا صار الكل يهاجم بلدنا وساكتين، ها؟ وبالعكس يمكن بعضنا يساعدهم من باب أني أنا تراني منفتح على، لا إلا عن أبو سلسفين إلا وطني، لأنه بالنسبة لي هو عرضي، هو كياني، هو مصدر أمان، فما أسمح لك يا أخي. يا أخي أنا جاي مش وين ديالنا، أي لف بنغلاديش، وهو داك جاي يشتغل عندنا بهذا ولف بنغلاديش، والسعودي لما تقوله ليش ما تحب وطنك قال لا أنا ماني مطبل، إيش معنى مطبل؟ فلذلك من حقنا يا أخي نحب هالوطن هذا كمشاعر غريزية. نعم عندنا مشاكل، نعم عندنا بطالة، نعم عندنا، بس إذا صار أبوك في يعني يمارس معك بعض الممارسات تروح تحرق بيتكم كله وتقول على امك وخواتك وعلى، ها؟ لكن تتعدل الامور شوي شوي والى اخره. فلذلك انا ليش قلت لكم عبد الله الفوزان هالنقله؟ ما محمد الفوزان مساكين وخمسه لا يعرفون طبسه كلهم اميين، ها؟ ما يعرفون يفكون الحال،
من اللي طلعنا؟ رحنا للمدارس وتعلمنا، بس إن ما هو كان التعليم التعليم التعليم. هذا الوالد رحمة الله عليه، يا وليدي لا تتركون التعليم، بس بعد وداج ينهج. وعبد الله الفوزان ما ضره إنه ابن أسرة فقيرة إنه يطلع اليوم. وأنا كنت في يوم من الأيام أحلم إني يصير دكتور، يعني لو جايني يوم أنا أسوق، يوم أنا سواق عند عائلة، بكال المطر ها، وبكال البراد اللي اللهم، ولا بكال الصيف الحار، تقولي تبي تصير دكتور أساساً بر ما أدري إيش تقول. ولو جيتني يوم معي كالتاكسي الأصفر وكالمرور قال حقاً كل شوي ها، لأن ما معي رخصة تاكسي، بس بدور رزقي وش أسوي. أي وتقولي تبي تصير عضو مجلس شورى، أقول ما أساساً ما في line of communication بيني وبينك، ما في خط تواصل بيني وبينك، لأني أنا ما أدري إيش تقول. واليوم عبد الله الفوزان هو قاعد يمارس ها يعني غرور أكاديمي على طلاب. أوكي، فما لا يا المعاناة هي من تخلق الرجال، المعاناة هي من تخلق الرجال. جيت أنا وفاطم تتخيل من حايل زوج أنا أبوي عمره 17 سنة باع له بويت بعد ما هو ملك له للبنك العقاري، خلي بعلم عليه الله يرحمه، وزوج يعني يقول ذليت أنك تنحرف يا وليد، وأنا بقول له ثنا، وقال يعني أعطانا اللي ديت سنة منكسر عمود التوازن، قال انهات. وجيت أنا وفاطمة وسكننا ببيوت ها طين ما يسكن حتى الجن ينخرعون لا يسكنون، وطلعنا هالتجربة. وكل ما كل الحياة إذا ما تصبر على معاناتها هي اللي تقوي عودك، هي اللي تخليك رجل، هي اللي فعلا تجعلك عندك قدرة على تحدي الصعاب. فلذلك وطنك لما جاء الرئيس الأمريكي شو اسمه اللي اغتيل، شو اسمه يا دكتور بني، جون كينيدي، في خطاب تنصيبه، في خطاب تنصيبه في عام 1963 اللي هو عام ميلادي اللي ولدت فيه أنا علشان أعلمكم بعمره، لما جاء يلقي الخطاب وش يقول في معرض خطابه؟ أيها الشعب الأمريكي العظيم، لا تسألوني، اسمعوا، don't ask me، لا تسألوني ماذا يمكن لوطنكم أن يفعل من أجلكم، ولكن اسألوا أنفسكم أنتم ماذا يمكن أن تفعلوا من أجل وطنكم. شوفوا واضح الفكرة حبايبي؟ لا تسألوني ماذا يمكن لوطنكم أن يفعل من أجلكم، ولكن اسألوني ماذا يمكن أن تعملوا أنتم من أجلي. هي علاقة أخذ وعطاء لا شك، لكن وطنك اللي خلاك اليوم الحمد لله بكرة تتخرجون أنتم قرة عيوننا، عسى الله ما يحرمنا منكم، لا أنتم ولا خواتكم من البنات، أنتم اللي تبتعزون هذا الوطن. أوكي، هذا قدم لكم عطاء، لكن بالمقابل لابد أن نقدم للوطن عطاء. طيب، فإذا إذا عدنا، وعلى الرغم من المجتمع السعودي من المجتمعات ولله الحمد المتجانسة إلى حد كبير، إلا أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال عدم وجود تنوع ثقافي ومذهبي موجود في المملكة. وقد مرت المملكة بأحداث داخلية أنتم حضرتوها، وخارجية داخلية وخارجية، لعل من أمها الحركات الإرهابية من جهات منشقة تتخذ من الدول الأجنبية مقرا وتستمد منها القوة والدعم. ترى جايني يقول اسكت يا فوزان بس ما نزال، إضافة إلى مشكلات اقتصادية أخرى مثل البطالة، انهيار سوق الأسهم، ارتفاع العقار، التضخم، بلاء المعيشة وغيره. عندنا قضايا، لكن يجب أن يكون الركيزة الأساسية ما يجي أنا أدمر البلد زيادة، لا، وإنما نعمل على علاج هذه المشكلة. طيب، ما هي العوامل المشتركة اللي بيننا التي تجعل إن شاء الله وحدة وطننا مهم يا شباب؟ إذا عدنا لتاريخ نشأة المملكة العربية السعودية وجدنا أن من أهم عوامل توحيدها هو وجود قواسم مشتركة بين مكونات هذا المجتمع، حيث يمثل الدين واللغة أهم هذه القواسم. هذا من ناحية، كما أن مكونات المملكة العربية السعودية الجغرافية لم تكن منذ نهاية الدولة العباسية تمثل دولة مستقلة. لذلك لو أسألك ماذا يعني اليوم الوطني بالنسبة لنا، هو خلوكم معي حبايبي، بالنسبة لنا هو اليوم الذي توحدنا فيه بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الملك عبد العزيز وأجدادكم. أوكي، توحدنا فيه، هذا فضل من الله. ثانيا، هذه البقعة الجغرافية لم يكن لها هوية جغرافية إطلاقا بمعنى مسمى كامل، صار لنا هوية جغرافية بتوحيدها اسمها المملكة العربية السعودية. أيضا اعتراف دولي بالمملكة العربية السعودية، لأنه هذا شرط أساسي في تكوين الدولة ولا لا؟ أي ثم الأمن والاستقرار الذي تحقق مع هذه
هذا اليوم الوطني الذي توحدت فيه القلوب والمشاعر. ثم الهوية، الهوية بذاتها صار لنا هوية مستقلة، سواء يعني دينية حتى ثقافية. فتوحدت القلوب، فصرنا نشوف اللي بالجيران واللي بالقريات عليهم تقريبا لبس متشابه، وإن كان في اختلافات فرعية ثقافية هذا أمر طبيعي، لكن السحنة الرئيسية موجودة ولله الحمد، الحب والمشاعر القوية الموجودة. ولذلك لا، ما دمنا نؤمن بهذه القواسم المشتركة فهذا مهم. على الرغم من مفهوم الوحدة الوطنية من المفاهيم الصعبة، إلا أنه طبعا هناك بعض الاتفاق على هذا، يعني بمعنى أنك لن تجد يا حبايبي مجتمع من المجتمعات متجانس تماما، ستجد تباينات قبلية، تباينات مناطقية، تباينات مذهبية. الوطنية تعني بالنسبة لنا أن نتعايش كمكونات مع بعضنا البعض، وأن يقبل بعضنا البعض، وأن لا نجعل للعدو مدخل علينا من خلال الانقسامات المذهبية والانقسامات القبلية والانقسامات المناطقية التي ممكن. هما الحين ترى اشتغلوا بس على القضية المذهبية الحين في المنطقة خلال ما يسمى الخريف العربي، هم اشتغلوا على القضية المذهبية بشكل كبير جدا لتحقيق مآربهم. فلذلك هم سيجدون من المداخل الشيء الكثير اللي ممكن يحاولون يدخلون علينا من خلاله، إما لأنه ممكن واحد رجل استخبارات في أقصى الأرض يسب قبيلة من القبائل على أنه سعودي، هم من يجيك ناس ما عندهم عقول، ومن يعتقد بأنه أحد من ويسمي روحه فلان فلان الفلاني من قبيلة فلان، ثم تبدأ النعرات وتبدأ يقدر. لذلك الوعي عندكم أنتم هو المهم في مواجهة مثل هذه المحاولات، لأنه أجهزة وش دريك اليوم التواصل الاجتماعي، أحيانا اللي يكتب لك يمكن أنه قرية في جنوب كندا ما تدري من هون ومسمي روحه بمسمى أو تابع لأحد هالاستخبارات الدولية. فلذلك نكون حذرين وواعين لهذه المخططات. طيب إذن، لكن إذن في مهددات خارجية يا حبايبي، شفتوا أنتم السودان قسم، شفتوا حاولوا مصر وحاولوا بليبيا وحاولوا تونس وحاولوا سوريا الآن، والعراق شغالين عليه اللي هو تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ لإضعاف المنطقة و إدامة الهيمنة عليها. فلذلك عاد إحنا أما نحافظ على بلدنا ونقول لهم لا معصر إلا المملكة العربية السعودية، وإلا ننساق خلف مثل هذه الشعارات اللي يرفعونها، الحرية الديمقراطية المدري وش وإلى آخر، إحنا ما نقول لا عندنا. فلله الحمد إحنا من أكثر البلدان اللي نتكلم، وهذا وشوفوا تويتر والمساحة الحرية الموجودة للشباب والشابات ويتكلمون بكل أريحية. لكن لما تيجي مسألة قضية الوطن واستقرار الوطن وأمن الوطن لا معصر، نختلف ما يخالف، ليه ما لا، لكن لا نختلف حول أمن الوطن واستقرار. طيب إذا قلنا هذه مهددات خارجية، مهددات الداخلية للوحدة الوطنية، التعنصر المذهبي وصراع المذاهب، التعنصر أيضا الإرهاب وحواضنه الفكرية والاقتصادية، التعنصر القبلي والمناطقي، التحيز التنموي. ولذلك لما جاء الملك عبد الله رحمة الله عليه، وكنت أنا دائما أطالب عبر بالتلفزيون السعودي أنه إعادة توزيع التنمية على مناطق المملكة حتى نضمن عدم يعني هجرة الناس إلى منطقة الرياض مثلا، ولا مناطق الثلاث جدة والدمام والرياض. والحمد لله يعني لما جت الجامعات هذه وإلى آخره بدينا نشهد إعادة توزيع التنمية من جديد، بالنسبة لي أنه صارت الجامعات صدقا يعني مقر للتنمية أو مؤسسات تنموية لتلك المناطق، وحدت من الهجرة إلى الرياض. بطالة الشباب والشابات هذه ممكن استغلالها، جيوب الفقر أحيانا، ضعف مستويات الخدمات، ضعف مستوى الوعي السياسي لدى البعض، هذه ممكن تستغل. لكن حنا نقول لا، هذه ندري عندنا ما عندنا لا، لكن إلا أمن الوطن واستقراره، ولن أكون عصا في يديكم يا أعداء الوطن. الفساد المالي والإداري شفتوا نزاعها وما نزاعها، والدولة تقول يلا نقضي على الفساد. ضعف الانتماء الوطني عند البعض للأسف، أي لكن سبحان الله جت هالأحداث الأخيرة وجاء اليوم الوطني وأثبت للعالم أنه الشعب السعودي ليس كما تتخيلون. نعم بوه شباب الله يهديهم يسمونه طقطقة، ها أي بس نقول ما يخالف، هم يسمونه طقطقة لكن لا جلجل. الله يعين قلبه اللي بتعرض للسعودي من هالشباب، والله يعيننا عليكم. أي ضعف دور المؤسسات التنفيذية أحيانا،
ممكن انه يضعف من الولاء. طيب ما هي مفهوم الوحدة الوطنية يا شباب؟ وشو هي؟ اتخاذ مكونات الوطن المختلفة، او اتحاد، هو اتحاد مكونات الوطن المختلفة ذات الخلفيات الدينية والمذهبية والقبلية والعنصرية والمناطقية. احمد الله سبحانه وتعالى انه شوفوا كلكم من قبائل مختلفة، من مناطق مختلفة، ها، من خلفيات مختلفة، وربما حتى الحمد لله من مذاهب مختلفة، ها انتم تحتويكم هذه القاعة، ويرعاكم الله بأمنه وأمانه واستقراره، ونجلس احنا وياكم، وجايين عبد الله الفوزان من اقصى الشمال من حايل قاعد يحاضر على اهل الرياض. هذه بوليسكم ما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك تركم انتم اصحاب المعروف علم لي ورب الكعبة انكم جبتوني هذا الصباح او هذا المساء لاجلس معكم، انتم اصحاب المعروف، والله يعينكم علي، والله يعين معالي مدير الجامعة، لكن اذا قصرت بشيء حيلكم فيه. قولوا ليش تدعي عبد الله الفوزان؟ وش تكون؟ لا طبعا دكتور بندر يستاهل كل خير. طيب اذا دعائم الوحدة الوطنية وشي؟ إذا لابد أن نقبل هذه التباينات حبايبي، الدينية والمذهبية والقبلية والعنصرية والمناطقية، وانصهارها وتعايشها وتسامحها، والقبول المتبادل لهذه المكونات، والعمل المشترك لتنمية الوطن والذود عنه والمحافظة على مكتسبات. حبايبي ترى دورك الوطني لو تكتب تغريدة ولا توقف أحد، ترى أبسط شيء حبايبي أنك الانتماء الوطني سلوك برضو، ما هو بس مشاعر، لا سلوك. الانتماء الوطني لما انك تشوف انه في واحد قاعد يرمي مخلفات بالشارع من سيارته، ها، هذا ما هو ما عنده انتماء وطني، لو عنده انتماء وطني ما رمى. وانتم عاد في مجال الصحه العامه وتعرفون اللي قاعدين يقطعون الاشجار بهالصحاري، ها، لين تصحرت بلدنا، هذول ما اظن انه يملك وطني، لانه لو يملك وطني ابليسكم ولدي ماجد لما كنت ساكن في حي الازدهار حط له جاب له غصن، ها، غصن وصارت شجره عند البيت برا. وكل ما هذا قلت له ابو حيك لو تعمل بي انا زي ما تعمل بهاش جره، والله قسما بالله انت تدخل الجنه على طول. صارت بالنسبه له ارتباط عاطفي وجداني بينه وبين هاش جره اللي غرسها، يعطي يسقيها ويا ويل احد يقرب له وما ادري وشه و الى اخره، ارتباط عاطفي. لذلك لا تبخل على هذا الوطن، اما بانك بس على الاقل لا تقطع شجره او لا ترمي شيء او اغرس شجره، ترى هذه اقل الواجب تجاه الوطن حتى لا يتحول المساله من كلام، يا كثر كلامنا احنا، اي، ونحوله الى افعال، الى سلوك. ولا توجد لنفسك مبررات بانه والله يا اخي هذا ما هو شغلي، هذا شغل يا اخي رجل النفايات ولا و الى اخره من يعني عمال النظافه و الى اخره. بالعكس حتى عامل النظافة هذا صدقوني انك يحاول تقلل عليه حجم التكلفة الجسمانية عندما تحافظ انت على الشارع اللي انتم فيه، او تحث جيرانك على انه تقول خلونا نجيب لنا برميل نحطه بهذا رجل ما نكبل. فلذلك الوطنية ليست مجرد كلام يلاك وانما فعل. انا لما انضبط مروريا وانضبط بالسلوك ولا احمي مسلم ويعيي له عنده اشاره ما اقطع الاشاره واحافظ عليها ولا اموته ويصيرون عاله على هالمجتمع، هذا ترى غايه الوطنيه باني انا احترمت الانظمه ولا ابسط الاشياء. فلذلك لا يعني لا تستهين باي شيء ممكن. ولذلك انا اقول لكم هي الوطنيه تعني البعد عن كل ما يضر الوطن بس، وايضا الدفاع عن الوطن في حاله لا سمح الله. طيب اذا حتى لما تلاقي ناس يحاولون يثيرون النعرات القبليه ولا النعرات، اي والله لا اسكت، عطني خمس دقائق ورب الكعبه لا امشي. اي مليتوا يا شباب؟ اشوى خلنا. اي احسن. طيب اي طبعا قلنا دعائم الوحده الوطنيه، حب الوطن، الالتفات حول القيادة السياسية باعتبارها رأس الدولة ومصدر وحدته واستقراره، لأنه ما عمري أنا الحين نشوف بعض الدول صارت امبراسين، اللهم يا كافي، يعني مثل لبنان تلقى في جيشين، حزب الله والثاني، شلون وش الدولة اللي تقاد بجيشين حتى لو كان فيها رأس؟ ها، لما أشوف دول زي اليمن، شوف الصومال كم له منذ سياد بري قبل حوالي 35 سنة إلى يومك اليوم ما شافوه، وهم بس ضرب وضرب وذبيح ذبح وذبيح والناس ما تقوى تنام. لذلك رأس الدولة مهم لاستقرار
المجتمع هل تشوفون جايين ومبسوطين ولله الحمد ما عندنا هذا تخيل. فلذلك لابد من وجود احترام رأس الدولة، الوقوف في وجه الإرهاب والتشدد والأفكار المتطرفة، التعايش رغم الاختلاف. ما ممكن يكون عبد الله الفوزان هو بندر القناوي، ما ممكن. خاص في اختلافات، لكن على عبد الله الفوزان وبندر القناوي أن يقبلون بعضهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. هم تخلينا بحط بندر القناوي نسخة من عبد الله الفوزان، عز الله ضيعت الدنيا. يعني لازم أقبل الاختلاف والتعايش. هو مزيون ما شاء الله عليه ولا الله يحفظك يا ترى ما انصابتك عين ترى ما هو مني منهم اي علي التسامح المحافظة على مكتسبات الوطن العمل على حفظ الأمن والاستقرار الاستعداد للدفاع عن الوطن يعني بليسكم شوفوا الحد الجنوبي الحمد لله من كل مكونات المجتمع اللي من نجران واللي من القريات واللي من الحساء واللي من حايل واللي من القصيم واللي من الغربية ومن جدة ولا من الطائف ولا هالمكونات هذه كلها قاعدين إخوان قاعدين يحاربوا من أجلنا علشان أنا وياكم عايشين ها شوفونا بهالكلية وهم بهالشماس بروس هالجبال هم تاج روسنا تكفى صف زولهم استهلون لأنهم تحت هالشماس ها قاعدين يدافعون عنا وعن وطننا علشان نعيش احنا وياكم حالة السلم وحالة الاستقرار وتحت هم كيف وهم المساكين ها ريحة ال... ها ايش بارود طال عمرك واو الى اخره وبهالحر والعطش والخوف واو الى اخره هذول الرجال اللي نتعتز فيهم الوطن لذلك قسما بالله الاحداث هذه بقدر ما فيها من المآسي الا انها اثبتت لنا ان الشعب السعودي شعب عظيم وانتم امتداد طبعاً المساهمة في نبذ التفرقة والعنصرية المساهمة في تنمية الوطن العدالة الاجتماعية القضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري الاستثمار الأمثل للموارد تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين يعني بمعنى لكن هل أنا مسؤول أنا كعبد الله الفوزان أيضاً عن المواطنة؟ نعم في شيء مرتبط بالدولة في شيء مرتبط فيني أنا تربية أولادي تربية صالحة لما أفك العالم من مشاكل أولادي ها ما هو يصيرون أولادي عالي على المجتمع يا أخي أنا والله مارست غاية الوطنية لأني ربيت أولادي على أنهم يحبون وطنهم ولا يؤذون الناس هذا وطني بكرة كلكم تتزوجون طبعا بعضكم أكيد كثير ما تزوجون الله يزوجكم إن شاء الله طيب أي تربية أولاد الإنسان أيضا تربيتهم على حب الوطن أنا مبسوط أنكم وين راحت هذه لا هذه مشكلة الفوزان كثر حركتم ها اي انا مبسوط هذا له دلاله هو مو بس عبد الله الفوزان حاطه على رقبته لا اذا لم يكن عبد الله الفوزان يحب هذا الشيء ويمتثل لمتطلبات هذا الشيء سلوكا وليس مجرد مشاعر لا جيتكم اليوم احترامكم وبعدكم عن هذا الناس وحنا وياكم في القاعه ما ادينا خلق الله والله الذي لا اله الا هو ان غايه الوطنيه ومأجورين عليها أنا وياكم إن شاء الله ولا لا يحرمنا الأجر طيب مؤسسات التعليم العالي هل له دور بس والله تكفى شوي يا أدري اني طوّت بس أبي أقول مؤسسات الدور المؤسسة الجامعية جاين كرتوني من قريتنا اسمها الروضة بحايل ها بعدين لقينا الحائل ودرست الثانوية وجيت الجامعة الملك سعود أول مرة بحياتي أشوف ناس من القصي أول مرة أشوف ناس من الجيزاء جاي مكرتوني أنا ما عندي إلا أهل الروض بس وأول مرة أشوف الحجز أخواننا من الحجاز أول مرة أشوف ناس منين إخواننا الشيعة مذهب المهم كانت الجامعة بالنسبة لنا وحدة انصهار لمكونات المجتمع ولذلك أحد فوائدك الحين لأنه الآن وجود الجامعات في مناطق ربما حد من هذه لكن جامعة الملك سعود ما هو والله دعاية له لكنه فعلا صهرتنا وتعرفت لأول مرة على مكونات مجتمعي
من خلال جامعة الملك سعود، لأنه ما راعت هذه الأمور، قبلت الشيعي والسني والشمالي والجنوبي واللي من الشرق واللي من الغرب واللي من الوسطى وإلى والعتيبي والمطيري والعنزي وعبدالله الفوزان ومدري مين وإلى عد مغلط، كلهم لقيتهم قدامي. طبعا احيانا يكون يسمونها ستيريوتايبنج، تعرفونها انتم، اللي هو التنميط الاجتماعي، احيانا يوضع في ذهنك صور سلبيه عن جماعات معينه، ثم تدخل معهم تقول يا ربي وينك الحكي اللي يقولون. هذه طبعا موجوده في كل المجتمعات، تنميطات اجتماعيه او يسمونها باللغه الانجليزيه ستيريوتايبنج. فلذلك انفكت هذه العقد يا شباب، وصرنا زي الاخوان والله لما تخرجنا، اننا كنا يوم راح تشوفونه وراح تمرون فيها، لما جينا نتخرج خلاص حفله التخرج اننا نبوس بعض ونبكي. ليش؟ لاننا بنفقد بعض، لانه كل واحد بيروح، لا الشيعي ولا السني ولا الجزاني ولا حايلي ولا اللي من تبوك ولا من قريات ولا اللي من نجران ولا اللي من، فلذلك كوننا صداقات بسبب الجامعة. لذلك الجامعة هي البوتقة التي تسهر الجميع، ولذلك سياسات القبول في الجامعات يجب أن تعتمد على انصهار مكونات المجتمع كاملة ومراعاة هذا التباين والتوزيع الجغرافي والثقافي والقبلي والمناطقي وإلى آخره، بأن يعطون نفس الفرصة في القبول في الجامعات لتحقيق ما يسمى الوحدة الوطنية، لأن هذه تؤلف القلوب وتزرع المحبة بين الناس وتكسر هذه التنميطات التي تحاول أن تفكك المجتمعات. وهذا دور مؤسسات التعليم العام أيضا من خلال ليش؟ لأن الجامعة هي تعكس خصائص المجتمع المحلي اللي هي موجودة فيه. إذا ما في جامعة تعكس هذه الخصائص فليست جامعة، ولا يجب أن تكون الجامعات معول للتحيز وخلق الصراعات، وإنما يجب أن تكون معول للتعايش والتسامح بين مكونات أفراد المجتمع الموجود. طيب الانفتاح على قلنا القبول، الأنشطة اللاصفية يجب أن تكون متاحة، والأنشطة اللاصفية هي من أثمر الأنشطة التي فعلا ساهمت على الأقل في أيامنا ذاك اليوم، وأكيد أنها اليوم، أنها يجب أن تنفتح على الجميع، ويجب أن لا تتحول إلى إما الناس معينين أو فكر معين أو إلى آخره، لا، وإنما يجب. لذلك لما كنت وكيل كلية الآداب جامعة الملك سعود كنت حريص على أن النشاط الطلابي داخل الكلية يساهم فيه. لا تقول لي فلان يدخن ما بيه، ولا فلان ما هو من مذهبي ما بيه، ولا فلان ما أدري وشه ما أبيه، لا، يجب أن يكون هذا النشاط يعكس مكونات الجامعة، وعليكم أنشطة معينة يجب أن تقوموا فيها علشان الألفة والمحبة، ولا نعزل فئات اللي يسمونها exclusion اللي هو عزل فئات معينة من المجتمع لاعتبارات معينة، وإنما يجب أن يكون النشاط للكل. طيب صدق انهم يتآمرون علي يا شباب. اي طيب اي المنهج الجامعي انا اعتقد يجب ان يكرس الانتماء والاخوه بين ابناء الوطن الواحد، وايضا عضو هيئه التدريس نفسه يجب انه عندما يدخل على طلابه في يوم من الايام اهلا وسهلا كيفكم حبايبي الطلاب، ترى وراكم شيبان وعجز ينتظرونكم، ها شدوا حيلكم الله يوفقكم، ترى هالبلد ما راح يخدم الا انتم، عضو هيئة التدريس يكون كذا، الله يوفقكم خلوكم إخوان، إذا شفت والله تحيزات داخل القاعة قبلية ولا مناطقية حاول يا شباب فكوا الارتباط شوي، توزع تعيد توزيع الطلاب بحيث أنه يصير في ألفة ومحبة، ولا تترك لهذه هالأشياء البسيطة، ترى لها دور كبير جدا في عملية القضاء على العنصرية ومهددات الوحدة الوطنية. طيب قلنا احترام الطلاب، انا كعضو تدريس ما احترم طلابي، اعزز عندهم اعطيهم الامل، لكن تخيلوا لما يجي ويقول لهم ترى كلكم راسمين والله ما ينجح عندي احد، يا اخي كرهتهم بالجامعه وكرهتهم ربما تتوصلهم الى كراهيه الوطن وانت بتصرفات، انا لا دخلت عليهم قلت لكم كلكم ناجحين الا من يقول لي رسمني ابى رسمه، شلون يقول لي لا يجاوب بس يخي يرفع المعنويات، ولذلك حالة الاكتئاب وإلى آخره ممكن أن يكون عضو هيئة التدريس نفسه مصدر ومصادر إيجاد الأمراض النفسية لدى الطلاب، وأيضا حتى ممكن يستمر هذا إلى أنهم يعادون وطنهم في يوم من الأيام بسبب عضو هيئة التدريس أخرق يعتقد بأنه أنا وشخصيتي أبنيها على مسألة أنكم تراكم كلكم راسبين ويا ويل واحد علي.
بس طبعا شديت على اعضاء التدريس وانا واحد منهم يعني لا تخافوا. اي طيب طبعا الجامعه على شكلها دور في تاهيل الشباب علميا ومهاريا للانخراط في سوق العمل، وايضا حركه البحث العلمي والترجمه والى اخره والنشاطات التي تعنى مثل هذه. بارك الله فيكم، جبتوا عبد الله الفوزان علشان يهذر عليكم شوي. ممتاز، يعني على الاقل نتدارس موضوع اليوم الوطني ووطننا والى اخره. طيب الجامعه عليها دور مو بس داخلي خارجي، نشر الوعي والتسامح في المجتمع عبر المحاضرات والندوات، مساعدة الجهات والقطاعات الأخرى في أداء وظائفها، المساهمة في حل مشكلات المجتمع المختلفة، المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، المساهمة في تطوير أداء العاملين في الجهات الأخرى، تقديم الاستشارات عمل الدراسات والبحوث، الشراكة مع الجامعات الخارجية ومؤسسة البحث العلمي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كل هذه دور للجامعات ومؤسسات التعليم العالي. هذه في النهاية by default ستؤدي في النهاية إلى خدمة ما يسمى الوحدة الوطنية. إذن الخلاصة إذا شئتم، لحظة شوي بس لا تصفوا عشان ما انتشي بعدين أنسى. أي لا شيء يمزق وحدة المجتمعات ويضعف شوكتها ويهدد أمنها ووحدتها واستقرارها سوى الفرقة والعنصرية والتمييز بين أفرادها وغياب العدالة الاجتماعية. هذه من الأمور المهمة. شكرا لكم على حسن الانصات وعلى سعة صدوركم على عبد الله الفوزان. ان قلت شيء ذو بال وذو قيمه فهذا من الله، واذا قلت كلام ما له داعي ولا زادكم، وادري انه ما اضاف لكم شيء، لكن انا ممنون لمعالي مدير الجامعه حقيقه الدكتور بندر، وايضا لوكلاء الجامعه الكرام، وايضا اصحاب السعاده عمداء الكليات، وايضا ابنائي وبنات الطلاب. شاكر لكم حقيقه هذه الفرصه التي لا تقدر بثمن، يعلم الله. بارك الله فيكم وحفظكم لهذا الوطن وحفظ الوطن من كل شر. السلام عليكم ورحمة الله.